في البصرة للعيد عادات وطقوس تختلف عن بقية محافظات العراق. الطقوس في المحافظة وثقها لنا مراسلنا في المدينة إيهاب المالكي في هذا التقرير، نتابع. يتخذون من الأعياد فرصة لتقوية الأواصر والعلاقات الاجتماعية، عادات وتقاليد لا يزال البصريون يحافظون عليها دون غيرهم. فمائدة الطعام هذه تتكون من وجبات تخرج من المنازل في صباح أول عيد الأضحى المبارك من كل عام. يعني عادة احنا طقوسنا هي تكون انه اول ما نقعد الصبح نجي للجامع، تبدي تكبيرات يعني الصلاة، بعدين تبدي الصلاة، من بعدها خطبة الصلاة، من بعد خطبة الصلاة تصير هنا فطور جماعي بين يعني بالمنطقة بين الاهل والناس المصلين. اطباق الطعام متعددة الاشكال يتم توزيعها بعد صلاة العيد وفي ساعات الصباح الاولى، فيجتمع عليها الجيران والأحبة كبادرة إصلاحية يؤمنون بديمومتها. مد الأكل والأكل يتنوع من كل مكان، فالعالم تتذوق ونشاف. أهم شيء مو الأكل، أهم شيء نشاف الوجوه، يعني الصديق البعيد من زمان ما شايفه يجي هاليوم هذا ويتلاقى بأخوه، يتلاقى بصديقه، يتلاقى بابنه إذا كان مسافر، وإذا كان بعيد مثل ما أقول مسافر غير محافظة عايش. من عاداتنا في العيد هذا الآن ترى في الشارع هو ما يسمى بريوق العيد، هذا عرف قديم جدا في قريتنا، وإحنا جاي نعمل على إحيائه وإيجاده لينبي نوع من الإلفة والمحبة، وبعضنا يتواصل مع بعض بهذه الطريقة. هذه العادات بدأت تنتشر في بعض مناطق البصرة كإرث اجتماعي يطمح الساكنون في المناطق الشعبية الحفاظ عليها، بعد إن أخذت البرامج الإلكترونية حيزا كبيرا لتقديم التهنئة والمعايدة من خلالها. إيهاب المالكي، الرابعة، مدينة البصرة.